تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تواصل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه. وقام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف وسعادة النائب أحمد سلوم بتفقد تطوير طرق مجمع 360 في الزنج، حيث أوضح سعادة الوزير أن المشروع يشتمل على إعادة تأهيل مجموعة من الطرق في المنطقة وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، كما يتضمن المشروع إعادة رصف الطرق ووضع العلامات والإشارات المرورية لتحقيق السلامة المرورية. وأوضح وزير الأشغال أنه تم طرح المشروع في مناقصة عامة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بتكلفة بلغت 707,000 دينار بحريني، ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لترسية المشروع تمهيدا للبدء بالتنفيذ. المشروع اللي نحن في صدد تنفيذه هو إعادة تأهيل حوالي 2.7 كيلومتر من الشوارع الداخلية السكنية التي تخدم سكان هذه المنطقة. المشروع حاليا في مرحلة متقدمة من الإعداد، حيث انتهينا من إعداد المناقصة وتم ترسيتها. المشروع كلفته حوالي 700,000 دينار، ويتضمن إعادة تأهيل الطرق الداخلية السكنية في هذه المنطقة وتحسين الإنارة وحل مشكلة مشاكل تجمع مياه الأمطار. راح تكون في إعادة رصف حق شوارع اللي كانت موجودة القديمة، وراح يتم إضافة اللي هو التصريف الصحي وتصريف الأمطار فيها كلها مع صيانة شبكات المياه وكذلك شبكات الكهرباء. فهي صيانة كاملة بتكون بالتعاون مع الجهات أو الوزارات الأخرى، مع وزارة الأشغال، ووزارة الأشغال طبعا هي الطرق مختصة في سفلة الشوارع وتبديل شبكات المياه، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء اللي هو يصير تحديث حق شبكة اللي هو الكيابل الأرضية، إضافة إلى ربط الشبكات القديمة بالصرف الأمطار اللي كانت تعاني منها الدائرة فيها مشاكل بعضها مع الشبكات الرئيسية، بحيث أن إن شاء الله موسم الأمطار القادم يكون شبكات كلها متواصلة، مع تطوير شبكات الصحية الأصلية لتواكب التطور العمراني في المنطقة. المجمع راح يعاد تأهيل الطرق وصرف تصريف مياه الأمطار على مساحة 2.7 كيلو، راح إعادة تأهيل كامل للطرقات اللي في المنطقة، تحسين الإنارة، فالمنطقة راح تطلع بشكل جديد وما راح يكون عندنا مشاكل لا في الطرق المرصوفة أو طريقة رصفها ولا ممكن تجمع الأمطار، وكل شيء راح يصير زين إن شاء الله. المشروع مثل ما وعدوني راح يكتمل بعد 10 شهور.